أحواض تربية الأسماك في ديالى التي كانت يوماً ما منفذاً للعديد من العراقيين لمواجهة البطالة تشهد حالياً أزمة تعصف بها وتهدد العاملين فيها بلقمة عيشهم. الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى تراجع بأعداد مزارع الأسماك وإنتاجها في ظل زيادات غير مسبوقة بالتكاليف مع خفض قيمة صرف الدينار العراقي. الأحواض تلحقها مصاريفها، كهرباء وأعلاف غالية، فما يصرف يشترونه 6.5 و7 يصل مرات. عندنا العلف غالي، العلف الطن ماله 1,200,000، يعني من قاعه هو معلق. هسه احنا بدنا ناخذ جمله 5.5 بنبيعها ب6,000 دينار، والسوق ثقيل، حيل ثقيل. ويؤكد اصحاب الاحواض ان غياب الدعم من الحكومه فضلا عن فتح الاستيراد على ابوابه ادى الى تراجع الاقبال من المشترين. دخل هاي السمك الايراني شغلنا صار زفت فدلوك، ثقيل حيل ثقيل، يوميه 20 20 30 كيلو. على الجانب الآخر، تقول مديرية الزراعة في قضاء خانقيين إنها أوقفت إعطاء إجازات جديدة لأحواض الأسماك أو التجديد الحالية في ظل تراجع مناسيب الأنهار. الأحواض اللي موجودة بمنطقتنا ما تجدد إجازاتهم ولا تعطى إجازات أخرى، وكل الأسباب هي قلة المياه. أمام عجز الحكومة عن حل مشكلة الجفاف ونقص المياه والفشل بحسم الأزمة الاقتصادية، يخشى مربو الأسماك من كارثة جديدة ستضرب بهم وتنهي ما تبقى من مشاريع صغيرة لم يسمح لها بفعل فاعل أن تواصل طموحها بتحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق بالأسماك.